بناخذهم واحد واحد. خلينا ناخذ راي محمد، ايش رايك محمد بالاربعه اللي في النصر اللي تم اختيارهم؟ اختيارات منطقيه، يعني مرابط مع حمد الله يعتبر قوه في 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 امام النصر. برادلي جونز رقم صعب في النصر، مستوياته في الدوري الكبير، وهو الاسيوي الوحيد، وهو الآسيوي الوحيد، وجوليانو أثبت نفسه صراحة وأثبت قيمته داخل التشكيلة. الآن في فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى أنه هذه القائمة لا زالت مطروحة للتغيير، مجرد قائمة أولية، ما أعتقد أنها تشكل، لكن تعطي اتجاه أنه هذه الأرقام، هذه الأسماء هي اللي حتقدم كثير للنصر. أتوقع أنه حيستقر النصر على هذه الأسماء تحديدا، لأنها هي الأفضل في هذه المرحلة والقادرة على التنفيذ. واخوي تركي برضو مشكلة الصوت وصدك هذه لا لا لا. طب شيل السماعة، شيل السماعة، شيل السماعة وكمل كلامك، وكمل كلامك دام السماعة اللي قاعد تضايقك، يعني احنا نبغى الميكروفون اهم شيء. كمل لا كمل. انا قاعد اسمعك، المشكلة انه قاعد شيل السماعة وكمل كلامك. بالنسبة لا ان شاء الله احاول اركز بس. بالنسبة للأهلي والنصر، أعتقد أنه الأهلي لا زالت الخيارات مفتوحة أمامه أكثر، خصوصا أنه الاستقرار الفني ما وصل لأعلى مستوى في النادي الأهلي. بقية الأندية الآن لا زال، يعني حتى الهلال وبقية الأندية مثل التعاون حاليا لا زال الفرصة مفتوحة. في تغييرات كبيرة مثلا في نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية، ممكن تتغير الأسماء، لكن في الأخير أنا ما أشوف أنه أهمية كبيرة الآن في اختيار الأول للأسماء، لأنه قابل للتغيير حتى قبل انطلاق البطولة. الأهمية الكبيرة لأنه اللاعب المحلي اللي يصنع لك الفارق الكبير في الانطلاقة هو الأهم. الخيارات الأخرى أعتقد أنها إضافة لقوة الفريق، ولازم يكونون من أساسيات الفريق وبناءه الرئيسي. إحنا دائما في الفرق الكبيرة اللي تنافس برا يكون عمود الفقري هو الأهم في الفريق، ودائما العنصر الأجنبي له ثقل كبير في العمود الفقري من دفاع ووسط وهجوم. توفق النصر حاليا، باقي الفرق لسه أنا أشوف أنه الصورة ما اكتملت.